هذه كانت حديدة هذه الطيحة هذه الحديدة هذه الطيح فاصل كانت داري هنا شو شنو هذا ده شو جعلت هنا طيحنا شي واحد أنا نصبحه يلا ها آه تشوف شو كنت دخلت لي مجعبة من تماكن هذيك حمراء ها آه تعال تشوف من السطح من فوق تشوف الحالة اللي دي بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم اخويا كنت فاجئ بانه تركب واحد لاقط هوائي في السطح ديال واحد السيد وهذا النهار اش نقول لك وقع لينا واحد الضرر نفسي كبير لانه جاء تقريبا جميع السكان جيران كلشي يعني اطفال نساء كلشي وقع لهم ضرر نفسي. علاش؟ لانه حسينا بالحقره سنوات وحنا كنبنيو هاد هاد الزئه ولكن اليوم جينا كنتفاجئوا بانه لاقط هوائي تركب في واحد الدار وهذا السيد هذا كيتحدى كل شيء كيتحدى السلطه كيتحدى السكان كيتحدى يعني اي واحد كيتحدى كيقول لك انا عندي رخصه هو اصلا ما عنده لا رخصه لا والو. اليوم كناجدوا السلطه المحليه وكناجدوا العامل وكناجدوا جلاله الملك انه وقف معنا من اجل ازاله هذا اللاقط الهوائي لانه غادي يوقع واحد النتائج صحيه من بعد. حنا بغينا هذا اللاقط الهوائي يحيد اليوم قبل غدا وشكرا. السلام عليكم اخويا العزيز. انا من الساكنه ديال جزيره عطوف. اليوم جينا هنا فاذا بنا نفاجئ انه دارت واحد الانستالاسيون مع الفجر ما فرصناش حنايا ديال واحد لونتين ديال التيليكوم ديال انوي دونك حنا عندنا واحد سبيت كونسيرنون كاع هاد الناس كاع اللي ساكنين هنايا تعرض لما يشكل هاد النوع ديال لي غايون على الصحه ديال الناس وعلى الصحه سورتو ديال الاطفال. واذا بنا عندنا واحد الشكايه راه جات القايده وجا الامن الوطني وكنشكرهم من هذا المنبر هذا على التفاهم ديالهم بالوضعيه. ولكن انا مفاجئ بانه صاحب الملك تيقول لك انه ملك خاص وما عندكمش الحق انكم تمنعوني ويا سي دو سويت. دونك حنا راه كنطالبوا السلطات انهم يوقفوا هاد السيد هذا عن حده لانه اصلا هو دار لنا واحد التحدي قال لك لا ملك خاص وكناشدوا السلطات انهم ياخذوا لنا حقنا من هذا السيد هذا. حنا هذا الشيء تنرفضوه رفضا باتا تاما لما يشكله من الخطر الوخيم على الصحه ديال الانسان. وشكرا.